مرة جديدة يظهر اسم روجر حيلي إلى الواجهة، لكن هذه المرة بشكل منفصل عن رهف القحطاني ورحلتهما الشهيرة إلى المالديف. تملك الفاشينيستا السعودية روجر حيلي عددا هائلا من المتابعين على موقع سناب شات بالملايين، غالبيتهم من البنات اللواتي يتابعن يومياتها وإطلالاتها، وتحرص مروج على أن توثق بنفسها أو ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين فينة وأخرى فيديو يظهر تجمهر الفتيات حولها في أحد الأماكن العامة أو المجمعات التجارية، وهن يحاولن التقاط الصور معها والتعبير عن حبهن لها. آخر هذه المقاطع فيديو انتشر على إنستغرام يظهر مروج بعباءة وشال على الرأس وسط مجموعة فتيات، لكنها بدأت تملي عليهن شروط تصوير والتقاط الصور معها، وكان الشرط هو التالي: إذن أصرت مروج على وضع الفلتر وعدم التصوير بدونه، ما عرضها لانتقادات من المتابعين على هوسها وهوس المشاهير حاليا بكثرة استخدام الفلترز وحتى إجراء عمليات التجميل وتغيير أشكالهم، فيما يرفضون الظهور على حقيقتهم. من جهتها كانت مروج تنشر على حسابها في سناب شات إطلالة جديدة لها بكامل أناقتها وكما تريد، مع وضع فلتر وهي تضع المكياج أساسا، كما وثقت ما فعلته كلبته: يلا يلا طالعين شوفوا الفرحة، بنات تموت وتطلع معايا، يلا نيني يلا 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 طيب 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 يا غبية تموت في طلعة الويكند، شوف شوف الجيران يلا اطلعي وريني كيف تطلع يلا يلا شوف شوف الجيران شوف الفرحة نيني نيني على فكرة. وقد تعرضت مروج منذ أيام قليلة فقط لهجوم من البعض على منصات التواصل بسبب ملابسها والشكل الذي تظهر فيه حين نشرت صور لها من زفاف أختها وعلقت أخت العروسة، حيث كانت ترتدي فستان أسود ضيق جدا على الجسم ومكشوف من الأعلى.